مشاهدي الكرام، أعود مرة أخرى مع حضراتكم إلى موضوع البرلمان العربي، وكان الاتصال بالدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان. قد انقطع هذا الاتصال مرة أخرى الآن، والموقف موقف البرلمان العربي وكذلك برلمان عموم إفريقيا حول نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، هذا اعتراض شديد اللهجة، ماذا قمتم به وماذا يتوقع من نتائج؟ إليك الكلمة مرة أخرى ومرحبا بك. شكرا. البرلمان العربي الآن يقود التحرك العربي الشعبي وعلى مستوى البرلمانات الإقليمية المماثلة، البرلمان عموم أفريقيا والجمعية البرلمانية في دول البحر الأبيض المتوسط. هذه الجمعية انضم إليها حتى الآن 30 دولة، وبذلك تكون 80 دولة تقريبا اليوم ممثلة في البرلمانات الثلاث. ما حصل أن البرلمان العربي يعتبر القضية الفلسطينية هي القضية الأولى والقضية الأساسية للأمة العربية، جامعة الدول العربية، للبرلمان العربي، ولذلك بادر بالاتصال بالبرلمان عموم أفريقيا والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وتم توقيع رسالتين. الرسالة الأولى إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي بشان نية الإدارة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة. كما تعلمون لا يمكن أن تقوم عملية سلام في الشرق الأوسط إلا بقيام الدولة الفلسطينية والاعتراف بها والاعتراف بأن القدس الشرقية سوف تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية إن شاء الله. ولذلك الرسالة تنص على ذلك وتطلب من رئيس مجلس النواب الأمريكي وتشرح له أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة يتعارض مع قوانين الأمم المتحدة الصادرة من الأمم المتحدة، القرارات الصادرة من الأمم المتحدة، ويهدد عملية السلام في الشرق الأوسط ويولد العنف. وأيضا الإدارة الأمريكية هي وسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فعندما تقف مع الإسرائيليين ضد الفلسطينيين سوف تفقد هذه المكانة التي تتمتع بها الآن. الرسالة الثانية أيضا تم توقيعها من رئيس البرلمان العربي ورئيس برلمان عموم أفريقيا ورئيس الجمعية البرلمانية هي البحر الأبيض المتوسط، وبمبادرة من البرلمان العربي، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس العموم البريطاني. كما تعلمون الحكومة البريطانية أعلنت أنها سوف تقيم الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، وهو الوعد الذي أسس لدولة إسرائيل وأسس للاحتلال الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم. وقد طلبنا في الرسالة بأن ضغط على الحكومة البريطانية بإلغاء الاحتفال والاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتذار للشعب الفلسطيني. هناك أيضا رسالة أخرى وبيان صادر من البرلمان العربي والبرلمان الإفريقي فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين. كما تعلمون هذه القضية تتفاعل ونحن نتابعها على مدار الساعات والأيام الماضية. هناك أسرى مضربون في سجون الاحتلال الفلسطيني. نحن أسمينا آخر جلسة البرلمان العربي بجلسة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين إضراب الكرامة. هؤلاء معتقلون في السجون الإسرائيلية، هؤلاء يتعرضون لأقصى أنواع الظلم والاضطهاد في السجون الإسرائيلية. إسرائيل لا تعاملهم بالقوانين الدولية المتعلقة بشأن الأسرى. فأيضا خرج بيان في توقيع رئيس البرلمان العربي ورئيس البرلمان عموم أفريقيا موجه للمجتمع الدولي للأمم المتحدة وللبرلمان الاتحادي الدولي وغير من البرلمانات الفاعلة على المستوى الدولي، تشرح موضوع الأسرى الفلسطينيين وتطالب الضغط على إسرائيل. خطوة مهمة الحقيقة يا دكتور، ولكنها خطوة على بداية طريق طويل من خطوات يجب أن تتسم بنفس الجدية وربما أيضا بصفة التصعيد كي تضاف إليها. شكرا جزيلا لك دكتور مشعل بن فهم السلمي.